من ملعب الأمير فيصل بن فهد كلنا ننشد الحلم بعزيمة الرجال، جميعنا نطمح لنصف النهائي، وبقوة الموج الأزرق نريدها ليلة زرقاء. الهلال يستضيف أولسان، وكلنا رغبة بانتصار له القلب والهان، وبصرخات فرح تطرب لها الآذان، وبفوز أزرق يعيد ذكريات الهلال الآسيوية إلى الأذهان. فافعلها يا زعيم، ربع النهائي يحتاج منك هدفين، ومن هو مثلك يسجل أهدافا وليس اثنين. المهم أن يكون لاعبوك في ذلك راغبين. بالتأكيد أولسان ليس بالفريق السهل. نعم أولسان سجل هناك هدفا، لكن الهلال أضاع أهداف. بالتأكيد أولسان ليس بالفريق السهل، إلا أن الزعيم قادر بحول الله تعالى أن يصول ويجول ويسجل وينتصر، ويعيد الفريق الكوري إلى دياره متأطئا الرأس. غدا كلنا أمل بأن يثبت رجال الهلال لكل القارة الصفراء بأن الموج الأزرق تحول إلى طوفان سيلتهم كل من يقف في طريقه للوصول إلى نصف النهائي. ملعب الأمير فيصل بن فهد، كان الله في عونك من أفواج زرقاء ستنهال عليك مبكرا لتملأ المدرجات التي نتطلع أن يكون لها هدير يجن معه جنون الزعيم. مسفر الخثعمي، الهدف.